حياكم الله مجددا مشاهدينا. وبعد نجاح تجربة دار الشعر بتطوان وتأكيدا لمكانة مراكش الحضارية والثقافية مغربيا وعالميا، افتتحت قبل أيام بمراكش ثاني دار للشعر في المغرب، والتي جاءت ثمرة مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المغرب ودائرة الثقافة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتينا لأواصر التعاون الثقافي بين الحكومة المغربية وحكومة الشارقة. للحديث أكثر عن دار الشعر في مراكش وأهميتها معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحق ميفراني، منسق ومدير بيت الشعر في مراكش. حياك الله أستاذ عبد الحق، مساء الخير. مساء الخير ومساء الخير بجميع المشاهدين الكرام. أول شيء مبارك لكم افتتاح دار الشعر في مراكش بالتأكيد، وإن شاء الله تكون فاتحة خير يا رب على الشعر العربي بشكل عام. والله أكيد ما دامت تفتح، كلما فتحت دار للشعر جديدة سواء في المغرب أو في العالم العربي، نعم، إلا وتفتح قوة من الأمل على جميع الأصعدة، بالنسبة ليس فقط بالنسبة للشعراء ولكن أيضا بالنسبة للإنسانية جمعاء. نعم، الآن دعنا نتحدث عن أهمية افتتاح دور أو بيوت الشعر في تطوان وفي مراكش، الآن اثنين في المغرب. ما هي أهمية هذه البيوت في تنشيط الحركة الشعرية والثقافية المغربية بشكل خاص والعربية بشكل عام؟ أكيد أن فتح دار الشعر جديدة بمدينة نعم. مراكش بعد الدار الأولى في مدينة تطوان، وهذه الدار دار مراكش تحمل رقم 7 على الصعيد العربي، والتي نعم. كانت مبادرة خلاقة لمعالي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، نعم. وكانت أهم توصيات إحدى دورات مهرجان الشارقة للشعر العربي. ويبدو أنه سواء الدار الأولى في تطوان أو الدار الثانية في مراكش، نعم، تستجيب أساسا لهذا الحراك الذي عرفه الشعر المغربي. لا ننسى أن القصيدة المغربية الحديثة حققت حضورا لافتا طيلة مسار تشكلها، وخصوصا في تجربتها، خصوصا في التجارب الحديثة التي رسخت ضمن فيرورة هذا التشكل حضورا لافتا ضمن خريطة المشهد الشعري العربي. نعم. والأكيد أن كلما فتحت دار جديدة كلما أحسسنا دائما بحاجة ماسة كي تكون هناك دار، فضاء للتواصل، فضاء للقاء ما بين الشعراء، نعم، وما بين الباحثين وما بين النقاد وما بين جمهور الشعر الذي يحتاج أساسا لهذه الدور كي يتواصل مع هؤلاء المبدعين. نعم بالتأكيد. والتعرف أيضا على جديدهم. نعم بالتأكيد. هناك الآن يعني دارين إن صح تعبير الشعر في المغرب، تطوان ومراكش. هل سيكون إن شاء الله في تعاون مستقبلا بين الدارين أو بين البيتين؟ طبعا هناك كما تعلمين إدارة في الرباط لتسيير هذه الدور. نعم. وهناك مجلس إدارة يتابع عن كتب كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، والأكيد أنه لا يمكن لأي برنامج أن يكون إلا في إطار التنسيق والتعاون ما بين صحيح. الدارين. صحيح. لا ننسى أن دار تطوان توجد في الشمال، والدار الثانية توجد في مراكش. مراكش بإرثها وبثقلها وبزخمها الحضاري، نعم، والتي تشكل جسر على امتداد من الشمال إلى الجنوب، هذا العمق الإفريقي وهذا الامتداد الإفريقي للمغرب. نعم. وهذه المدينة حتى بأعلامها بمثقفيها بما أعطته ليس فقط للحركة الشعرية في المغرب ولكن أيضا للحركة الثقافية في المغرب وفي العالم العربي. نعم. الأكيد أن مراكش كانت تحتاج لدار الشعر، ولكن عندما نأتي إلى مراكش نكتشف شيئا غريبا، نكتشف أن المدينة بكاملها هي دور للشعر، فبالتالي جاءت دار الشعر كي تزين هذه الدور. نعم. ربما لتجمعها خلنا نقول تحت مظلة واحدة كذلك أيضا هذه الدور العديدة في مراكش. الآن بقي أن نسأل أستاذ حول يعني البرامج والأنشطة التي تعدونها إن شاء الله لبيت الشعر في مراكش. والله هذه كانت إحدى الإشارات القوية خلال الافتتاح الذي شهدته القاعة الكبرى بالمركب الثقافي الدوديات، وكان حضورا لافتا إضافة إلى الحضور الرسمي للعديد من الهيئات والشخصيات
كان حضور العديد من المثقفين والإعلاميين. نعم. بدأ أنه يجب أن يكون هناك تكامل ما بين البرنامجين، يعني ما بين برنامج دار الشعر في تطوان ودار الشعر في مراكش. نعم. لكن مراكش ربما تفتح أبواب أخرى، تفتح نوافذ أخرى. ما دمنا نتحدث عن الدار، دعينا نتحدث عن النوافذ. نعم. دار الشعر بمراكش أكيد أنها ستفتح نوافذ أخرى، نوافذ رحبة على التجربة الشعرية المغربية. والأكيد أن هذه الدار أساسا ستشكل نقطة مضيئة، خصوصا بحكم أنها بحكم موقعها الجغرافي، بحكم موقعها الحضاري، وأيضا خصوصا أنها تحتفي بالعديد من الأسماء، بالعديد من الرموز والإشراقات الشعرية التي أعطت الشيء الكثير للحركة الشعرية المغربية. نعم. فبالتالي هذه الدار في الأساس يجب أن تكون ذاك المشتل الذي يمكن أن يلم وأن تلتئم فيه جميع هذه الإشراقات وجميع هذه الكفاءات، على أساس أن تظل كما قلت في البداية دار الشعر في مراكش ستكون فضاء للقاء والتلاقي، وأيضا لإعطاء زخم جديد ومتنفس جديد ونوافذ جديدة. نعم. للتجربة الشعرية المغربية. نحن نتمنى أن يكون دار بالتأكيد للقاء والتلاقي، مثل ما ذكرت أستاذ عبد الحق مفراني، منسق ومدير بيت الشعر في مراكش. كل شكر لك.